الأحوال إن شاء الله كله بخير تمام العافية. اليوم راح أسوي لكم القيمة النجفية الأصلية المضبوطة، وهاي الطريقة اعتمدوها حبايبي الأصلية طبعا مضبوطة 100% إن شاء الله راح تعتمدون عليها. بداية أنا راح أسوي اللي أطبخ اللحم. اللحم يكون عندي بقياس بالقيمة، كل مثل كيلو لحم مقابل كيلو حمص، يعني واحد بواحد يكون هيك دائما. هسه راح اخذ هنا لحم عجل، طبعا هي لازم يكون لحم عجل، ما يصير تخلوها لحم غنم. تخلون هنا انا ماخذ تقريبا 600 غرام، تقريبا اكثر من نص كيلو. وراح اخذ هنا علبتين من الحمص المسلوق، اغسل البداية حتى يعني اتخلص من المادة الحافظة، وراح اسلقه ويا اللحم لان انا اريد الحمص يكون كلش مستوي. هذا الحمص المعلبات اللي ناخذه ما يكون مستوي، يعني زايد شويه يكون تقريبا قوي، فلذلك اضيفه ويا اللحم واتركه مده ساعتين. هنا بعد مرور ساعتين انطبخ عندي بشكل تمام. راح اخذ بصل، البصل هنا تكثرون الها، يعني كل ما كثرت البصل تصير كلش طيبة. اخذ بصلة كبيرة وحدة واضيف لها الزيت، احمسه حمسة خفيفة، وراح اضيف لهم البهارات. البهارات القيمة دائما اني اسويها، يعني ما اشتريها جاهزة. اخذ ملعقة كبيرة من الدارسين، ملعقة كبيرة من الهيل، وملعقة كوب من الكمون، وملعقة صغيرة ملعقة كوب من المطحون والبصرة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص ملعقة صغيرة من القرنفل، شيء قليل مو هواي القرنفل، لا تكثروا له. أحمسهم بهذا الشكل حتى تكون ريحتهم بعد أكثر يعني طيبة تبين بالقيمة. وراح أضيف لهم الحمص المسلوق واللحم. وهنا أنا راح أضيف لهم المعجون، طبعا المعجون لازم يكون كمية يعني كلش هواية. أضفت هنا تقريبا 6 ملاعق كبيرة من المعجون، 6 أو 7 كل ما كثرته يكون أحسن. وهنا حتى يكون عندي مهروسة بشكل جيد راح أخذ هاي المدقة خشبية عندي خاصة، أو إذا ما عندكم مدقة خشبية ممكن تستخدمون الجلاس، يعني تهرسون بها الحمص، بس شنو يكون أقل شيء 20 دقيقة تهرسوها حتى أنا أصير متماسكة كلش يعني زين. أريدها تكون هيك مثل علوشة، يعني مثل ما نقول تصير علاشية. هسه راح اختبرها اشوفها بالخاشوقة، اشيلها اذا يعني ما وقعت شوفوا شلون متماسكة، يعني معناتها صارت هسه عندي ممتازة. ارجع اهرس بيها الى ان اوصل درجة كلش يعني تمام. انا راح اضيف لها مي اللحم اللي سلقنا بيه اللحم قبل شوية، راح اضيف من عنده مو كليته، اخذ شيء قليل من عنده حتى على مود تبقى عندكم القيمة يعني بشكل ثخينة متماسكة. لا تخلوا لها مي هواية، مي اللحم اللي ضفته قليل يعني تقريبا ربع الكمية. وهنا اضيف لها الملح بالاخير، ملح تقريبا اخذ لها نص خاشوقة كبيرة وحسب انتم مذاقكم، ورشة من الزيت ادير عليهم. هنا أنا اذا عندكم متوفر الزعفران، واذا ما عندكم ماكو مشكلة، بس هو يعني ينطيها تقريبا نكهة بعد اكثر اضافة الزعفران لها. وهنا حتى تكون طعم الحطب بها راح يكون عندي هنا فحم اكون يعني مجهزته مسبقا، واضيف له الزيت. طبعا الفحم اول شيء احرقه على الطباخ وبعدين اخليه، نعطيها الطعم ونكهة كلش طيبة. وهنا احضر وياكم التمر، بعد ما سلكت التمر وراح اصفي المي عنه، اهدره على نار هادئة زين عيني، واضيف له قليل رشة من الهيل يعطي طعم كلش طيب الهيل زين عيني، وراح ارش له قليل من الزيت على الوجه واقلبهم هيك شوية، وبعدين اخليه على نار تكون هادئة تقريبا ياخذ مدة 15 دقيقة على نار هادئة يتهدر. هنا انا اصل النار مثل ما تلاحظون الحرارة تكون قليلة حتى على مود يتهدر بشكل زين.
وانا حتى انطي اضافة نكهة اكثر طيبة للتمن، راح اخذ هذا الفحم، يكون طبعا الفحم اني يعني مجهزته قبل فترة على الطباخ، واضيف له قليل من الزيت حتى ينطي نكهة كلش طيبة. وهنا أنا رشة خفيفة من الزعفران او صبغ اللوزينة. هسه صارت عندي الوصفة جاهزة وكملت بهذا الشكل حبايبي، جربوها كلش طريقتي مضبوطة. أنا يعني كل سنة أطبخ من عندها بمحرم، وطريقة جدا جدا يعني مضبوطة، حتى أطبخ من عندها كميات هواية كلش تطلع عندي مضبوطة وطيبة. إن شاء الله حبايبي نالت رضاكم وإعجابكم هاي الوصفة، وعلينا وعليكم ألف عافية. جربوها وما تجربوها.